ثلاثة من العائلة، جوج بنات وولد مصيبتهم، قالت كل أنا ما فراسيش. راه كاينين شي والدين سامحهم الله، والله إلا خصهم الحبس، اسمحوا لي أعتذر، خصهم الاعتقال، والله إلا خصهم الاعتقال، أقسم بالله إلا خصهم الاعتقال الإخوان. الشباب اللي كيبكى كيغامر براسو وكيمشي راه حشومة عليه. الناس ما بغاتش تعى، الناس ما بغاتش تعى. كاين الدين اللي بقى فينا هما هذوك البنيات اللي ماتوا، بنيه عندها شي 18 سنه بقى صغيره مسكينه، والبنيه الاخرى عندها شي بحال شي 24 سنه ولا شنو هي، وعاد فاش واحد الراجل بين 40 حتى 50 سنه، راجل كبير مسكين حتى هو. لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. عيط لنا، عيط لي الصديق ديالنا مولا بيلانس اللي معانا في سيد رحال. إخواني أخواتي المتابعين، عودة مجددة، فيديو اللي ما نكذبش عليكم حز ليا في قلبي بزاف والله، بقى فيا الحال على هادشي اللي ولينا كنشوفو من هاد الشباب، هاد الشباب اللي تضيع راسو تضيع، كاين اللي كيضيع والديه وكاين اللي والديه تضيعه، والله كاين اللي كيضيع والديه وكاين اللي والديه تضيعه، وهاد الفيديو راه مختاز لهاد السيد هذا الله يجازيه بخير، ما قال غير كلام المعقول هاد السيد هذا. اللي راه فواحد الجمعيه تابعه لهذا الشيء ديال الوقايه المدنيه، عاودتي زعما حنا والله ما بينا نعيقوا والله ما بينا نفيقوا، بلادك اول ميمتي راه فيها الخير، فيها الرزق وفيها الخير وفيها التيسع، والله فتي بلادك حتى تاكل العصا، اشوف اش واقع لعباد الله، دخلوا تفرج، دخلوا تفرج عندك باش تعرفوا باش تستافد، عاد تخرجي على راسك وتدي المشاكل عند الدولة والجرا وطلع وهبط، عاودتي راهي تخربيق هذاك الشيء، بقى لا الناس دابا ولات تتهرب تترجع لهنايا، مابقاش تمشي ليه ولا تجي لهنا. المغرب غادي تيزيان، والوقت غدا وكتقاد الحمد لله، والقوانين غادي تيتصاوبوا، وهذا الشيء راه غادي الماء أحسن ماشي الماء أكفس، واخا تنشوفوا هاد المشاكل وحنا صابرين، حنا صابرين وتن تردفوا مع الوقت هاك وغاديين هاك وغاديين هاك ويصاوب الله ان شاء الله. تبعوا معنا هذا الفيديو يا الاخوان، والبارطاج بارطاج باش هاد الناس هادو يفهموا بانه راه ماشي الفقر هو سبب هاد الهجره الغير الشرعيه، السبب ديال هاد المشاكل كامله هو قله الوعي، الناس ما قارياش، بنادم ما تيقعد تيقرا السادسه اللي خارج من السابعه اللي خارج من التاسعه اللي مشاكل اللي الباد مخاصم مع الامه، ماشي الفقر كذب عليك، الفقر الوعي ما كاينش، بنادم ما واعيش ما قاريش، هذا هو المشكل. بلا ما نطول عليكم تبعوا معنا الفيديو يا الاخوان، زعما هاد القناه اللي تطرقت لهذا الفيديو ما عندي ما نتسالهم، واليوم راه دايره فاجعه ديال سيدي رحال بمعنى المقاييس، والله والله عيط لنا، عيط لي الصديق ديالنا مولا بيلانس اللي معنا في سيد رحال، عيط لي قال لي اخويا القانا، قلت لي العام قال لي راه كاين واحد واحد الحافله صابها هنا واحد المضيق، رحنا جبنا 22 واحد راه تعطات هي عندنا هنا في كاين في البريكاد، هنا في البريكاد 22 واحد 22 واحد، جيت نيت انا جيت فقط جيت للبريكاد لقيتهم في البريكاد، لقيتهم في البريكاد 22 واحد باقا دايره فيها البرد وفيها باقا مخلوعه وفيها البرد داك الشيء، مشينا في 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 معيالات في مرجاله في مدري صغار، كان ولاد صغار عنده 17 سنه 14 سنه وليد عنده 14 سنه، مشينا المقر جبنا اللي مشي البسه، خدنا اللي مشي البسه، ساعدنا مع ذاك البرد وساعدنا مع ذاك الشيء ديال البرد ديالهم، وقفنا معاهم ساعدنا الجبل، وكاينين بالظلم هي المشكل ديال اللي بقى فينا هما هذوك البنيات اللي ماتوا، بنيه عندها شي 18 سنه صغيره مسكينه، والبنيه الاخرى عندها شي بحال شي 24 سنه ولا شنو هي، وعاد فاش واحد الراجل بين 40 حتى 50 سنه، راجل كبير مسكين حتى هو مسكين توفى، هادشي اللي هادشي اللي حضرنا فيه حنا كجمعيه، كجمعيه سيد رحال الشاطئ النيت، كجمعيه سيد رحال الشاطئ ساعدنا، كنساعدوا السلطات المحليه، الدرك الملكي ساعدنا، جينا للمكان فين قال لك ودي راه باقيين واحد الوليدات جوج وليدات غارقين، باقيين في المكان، جينا وليدات صغار، جينا للمكان فين تقلبت هذيك الفلوكه، فين تقلبت الفلوكه، جينا الباقي احنا باقيين كنتمناو دابا باقيين كل شيء واقيين باقيين باقيين كل شيء، السلطات المحليه، الدرك الملكي، الوقايه المدنيه، كل شيء كل شيء، الشكر الجامع اللي تكلمت مع الام ديال البنت اللي ماتت ليها، والبنت اللي باقا مصدومه كاينه، والوليد عنده 14 عام، قلت ليها علاش مخليه البنيات ديالك، ثلاثه من العائله، جوج بنات وولد مصيبتهم، قالت لا انا ما فراسيش، ماتت ليها البنيه، والبنيه شحال؟ 3 مليون لواحد،
ثلاثه هادو من الله واحد واحد هذاك اللي مضروب من اكادير والاخرين من شيشاوه كل واحد من بلاصه ثلاثه قالت لك عكار 3 مليون 9 مليون راه كاين مشروع قالت لك 3 مليون باش يجي لواحد ثلاثه ولاد جبنات ولد 9 مليون راه كاين مشروع راه كاين مشروع هاد الشباب اللي كيكوا كيغامر براسو وكيمشي راه حشومه عليه هاد الشباب اللي كيشد راه مشكله نتمنوا ما نبغيوش الضر حتى واحد ما كنبغيو الضر راه هذا هو المشكل فين كاين ودابا راه السلطات المحليه الدرك الملكي الوقايه المدنيه راه كلشي البعاوه كلشي باقي كيتسنى كلشي باقي كيتسنى كلشي باقي كيتسنى بقى واحد الوليدات باقيين راه كلشي باقي كيتسنى الوقايه المدنيه الدرك الملكي الوقايه المدنيه السلطات المحليه كلشي الشكر ليه كلشي واقف المجلس البلدي كلشي واقف كلشي واقف ما عمرها الحاله وقعت في شي حال اول حاله ما عمرها وقعت في شي حال اول انا بدا اول خطره كنعرفها ما عمرها وقعت في شي حال هذه اول خطره كانوا جايين لي سلاسل هاد الشابات والشباب ما بقاوش يغامروا براسهم بهاد الحاله بحال بقاوش يغامروا شفت الوالدين وشفت انا شفت الوليدات وشفت الوالدين معذبين وشفت الوليدات اللي كاينين واش واحد الوليدات كيديروا مغامرين براسهم اه الوالد محروقه الكبده محروقه الامهات بزاف كاع اللي جاوا بعدا جاوا عشر عائلات هما اللي جاوا الكبده ديالهم محروقه بزاف كاع ديك اللي ماتت لها بنتها وكان واحد الوالده شغنقول لك ما شاء الله وصافي ما شاء الله وصافي الله يرحمهم الله يوسع عليهم ثلاثه جوج مئات من الحي 22 واحد اللي شفنا 22 واحد رسالتنا للشعب المغربي الشباب كلشي يبعد من هاد المشاكل وبعد من الصداع وبعد من هادشي اللي كيقول شي واحد يبغي يكذب عليه لا نحرك لا ندير لا ندير يمشي الشباب يخدم ويبعد من هاد المشاكل هاد المشاكل راه ما منها حاجه الله يرحمهم ويسلم يا ربي ترحمهم وتسلم واخر كنشكر السلطات المحليه والدرك الملكي القوات المساعده والمجلس البلدي سي ترحال وقوى الوقايه المدنيه راه مرام كرم كيضربوا شماره بزاف والسلطات المحليه والدرك الملكي وكل جميع ما يكون في السلطات المحليه. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.